استهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2021-2022 بمواجهة نظيره الداخلية غدا الاثنين في دور الاثنين وثلاثين للمسابقة. وكان الفارس الأبيض قد بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر موسم 2020-2021 بعدما تغلب على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف، وهي النسخة التي قرر اتحاد الكرة استكمال منافساتها من جديد. وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية لكأس مصر للمرة رقم 41 عبر تاريخ مشاركاته في المسابقة بعد بلوغ نهائي نسخة الموسم الماضي، حيث سبق وأن عانق اللقب في 27 مرة بينما حقق الوصافة في 13 مناسبة أخرى. واحتكر أبناء ميتو عقبة لقب كأس مصر خلال أربعة مواسم متتالية خلال العقد الماضي، حيث سيطر بالطول والعرض على منصة التتويج للمسابقة في مواسم 2012-2013 على حساب وادي دجلة، و 2013-2014 في مواجهة سموحة، و 2014-2015 و 2015-2016 على حساب غريمه التقليدي الأهلي. وحقق الزمالك لقب كأس مصر خلال ست مرات في العقد الماضي، حيث عاد بعد الرباعية المتتالية ليحقق اللقب من جديد في موسم 2017-2018 على حساب سموحة بركلات الترجيح، ثم في 2018-2019 بثلاثية في شباك بيراميدز.